وجالنا الخبر برضو للأسف وإحنا في المستشفى بنخلص إجراءات الجزء بتاع الروش، إن الشيخ محمود أثناء ما كان معاهم في حفر القبر توفاه الله. درويش ابن عمي جاله الخبر بعد صلاة الجمعة وقالوا لي درويش توفى، فرحت له طبعا على كان شغال مدير محطة بنزين طاقة، فهو بيعطي الطريق عربية كانت ماشية عكس خبطته فتوفى. رحت مستشفى الحمدية قالوا لي ان كنا مستنيين طبعا اجراءات التصريح والبوست والكلام ده كله، ففي عندنا احنا في الارياف في جبانات لازم نحفر للميت كل ميت القبر بتاعه وندفنه فيه. فاثناء الفتره دي فكانوا بيجهزوا في البلد القبر بتاع درويش، وكان من ضمنهم الشيخ محمود عبد العزيز، ده راجل حامل كتاب الله وراجل تقي. وجالنا الخبر برضه للاسف واحنا في المستشفى بنخلص اجراءات الغسل بتاع درويش، ان الشيخ محمود اثناء ما كان معاهم في حفر القبر توفاه الله.